ابغاك كذا نصيحة في دقيقة واحدة بس. النصيحة ثلاث نصائح، ما هي نصيحة واحدة. هات الله يسعدك. هات. الأولى طيب. أوصي نفسي وأوصيك بتقوى الله في السر والعلن. الله يسعدك. هذه الأولى. الثانية أوصي نفسي وأوصيك برضا الله ورضا الوالدين. الله أكبر. وأبشر بالخير من الله مع تقوى الله. الله يسعدك. الثالثة أوصي نفسي وأوصيك الصلاة على وقتها. وأبشر بالخير من الله مع تقوى الله. الله يسعدك. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية. أنت الآن ما شاء الله لك أكثر من 60 سنة ما شاء الله في الحرم. نعم أنا تقريب 100. أنا الحين أمشي في 129. الله يسعدك يبارك فيك. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. كل من يشوف المقطع ذا يقول اللهم بارك ويدعي للوالد بالبركة ونمد الله في عمره ويحسن في عمله. جزاك الله خير. الله يرضى عليك.